تفريق مظاهرة في مدينة المنصورة بمحافظة عدن، حيث نادى المتظاهرون بتغيير نظام الحكم في اليمن. وقال شهود عيان إن قناصة من قوات الأمن أطلقوا الرصاص على المتظاهرين من أسطح المباني المحيطة بمكان المظاهرة. وقد نظم الحراك الجنوبي مسيرات في محافظات الضالع ولحج وأبين وشبوة، ودعا المتظاهرون لتغيير نظام الحكم. هذا وقد أصيب 40 شخصا بجروح في اشتباكات بين المعارضين لنظام حكم الرئيس علي عبد الله صالح ومؤيديه في صنعاء. وقد خرج آلاف للمطالبة بسقوط نظام الحكم من داخل جامعة صنعاء، إذ اعترضهم أنصار الحزب الحاكم. وتعرض مصور الجزيرة لاعتداء من بعض الأفراد أثناء تغطية المظاهرات المؤيدة للرئيس اليمني. المشهد يتكرر يوميا، فما إن يخرج المطالبون بسقوط النظام حتى يلاقيهم المؤيدون بالعصي والحجارة والهراوات وتبدأ المعركة. المعركة اليوم كان حصيلتها سقوط عدد من الجرحى. وزارة الداخلية قالت في تصريح لها إنها أطلقت الرصاص في الهواء بعد عجزها عن فض الاشتباك بين الطرفين. أما المواجهات الأخرى فنال الصحفيون نصيب منها. الرئيس اليمني الذي كثف لقاءاته برجال القبائل والشرائح الاجتماعية والفعالية السياسية قال إن زمن الانقلابات انتهى. عهد الانقلابات والفوضى، الفوضى الخلاقة. من أراد أن يصل إلى كرسي السلطة فعليه أن يعبر عن طريق صناديق الاقتراع. السلطة استئمناها ولا أحد يريد سلطة، السلطة مغرم وليس مغنم. هيئة علماء اليمن قدمت مقترحا للخروج من الأزمة السياسية الحالية. توافقنا على الانتخابات الحرة والنزيهة، توافقنا على حكومة وحدة وطنية، فإن هذا سوف يخرجنا من عنق الزجاجة. لا يجوز للشرطة أن تضرب من خرج يعبر عن رأيه، سواء بالعصي أو بالرصاص المطاطي أو بالرصاص الحي. حرام ألا يتحول التعبير عن هذا الأمر إذا كان في صورة جماعية إلى تخريب، إلى تكسير. أيا كان الفرق بين اليمن وتونس ومصر، فإن الكثيرين ما زالوا يتحدثون حول الكلفة العالية للتغيير في بلد يقال أن الفوضى فيه قد لا تسمح بذلك، لكن آخرين يرون أن حالة جديدة تتشكل الآن. أحمد الشلفي، الجزيرة، صنعاء. ويبقى معنا من صنعاء مراسلنا أحمد الشلفي. أحمد، علمنا أن هناك مظاهرة نظمت في 8 مساء بالتوقيت المحلي أمام جامعة صنعاء، ضعنا في إطار حجمها وأهميتها. على وجهي يا مروان. يبدو أن أحمد ليس معنا الآن، ولكن سنذهب الآن إلى المنصورة. المنصورة في عدن، نعم. سنعود لهذا الموضوع على العموم. ننتقل الآن إلى البحرين. قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن تدخل القوات الأمنية لإخلاء دوار اللؤلؤة من المتظاهرين كان مطلوبا لإنقاذ البلاد من خطر ما وصفه بالانشقاق الطائفي. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده وزراء خارجية وزراء دول مجلس التعاون الخليجي على هامش اجتماعهم الاستثنائي في المنامة أنه لم تتدخل أي قوات من دول الخليج في هذه العملية. مجتمع المتحاب المتعايش، قصة النجاح ما بين السنة والشيعة في المنطقة، قصة النجاح هذه اللي هي في هذا البلد الصغير، أن يتحول إلى يصير في استقطاب ما بين مكونات الشعب اللي هم كلهم مسلمين وإخوان. هذه صار الخطر، صار مجموعة متجمعة في دوار اللؤلؤة، ومجموعة تطلع في المحرق، ومجموعة تطلع في الرفاع،